هلا الجزء اللي راح نكمله هون راح نحط نطلع حطينا احنا الكرنت اظن طلعنا على الكرنت بعرفش ما اظنش غيرنا هاي ما غيرنا هاي لهيفلي اندكتيف لود خلينا اول شيء اشوف هاي ايش بتعطيني هلا هذا كانه لسه ريزيستيف لود مزبوط 6 بلس ريكتيفايد بس ريزيستيف لود لسه ما حطينا اندكتيف لود بس كمان ما اخذ قراءات من السورسز اللي هي التي والاس التي والار اخذنا قراءات صحيح مزبوط عملنا بتذكرت هلا عملناها المره الماضيه قارنا الاوتبوت فولتج مع الانبوت لاين فولتجز وتاكدنا انه الاوتبوت لاين فولت الاوتبوت فولتج هو بيتطابق على الانبوت لاين فولتجز ار ماينس اس ار ماينس تي اس ماينس تي اس ماينس ار T minus R, T minus S, R minus S. تمام؟ طلع عليه مرة تانية. هاي. شايفين اللي عملناه المرة الماضية؟ إجينا طلعنا. قلنا أول شيء هذا. هذا كان عندي الكرنت. وهذا الأوتبوت فولتج اللي هو فوق اللي لونه ماجنتا. هلا إجينا طبقنا على الهاي أخذنا قرأنا ال R minus S وأظن أخذنا ال R minus T مزبوط؟ هيهم R minus S R minus T واضح تماما انه في اللحظة هاي في لحظة الستين درجة هدول يعني هلا لو جيت عملت X zoom X axis zoom على المنطقة هاي اذا بتطلع الان واضح جدا انه عندي ال waveform اللي فوق هي ال output voltage waveform منطبق عليها لفترة ستين درجة R minus S وبعدين منطبق عليها للستين درجة اللي بعدهم R minus T ماشي اذا اللي عم بيطلع عندي هو r minus s r minus t السته هدول الست configurations الممكنه يا بيكون r minus t يا t minus r يا r minus s يا s minus r يا s minus t يا t minus s هم ست combinations ممكنه السته هم اللي بيطلعوا لذلك بعطوني 6 بلس ريكتيفاير واضح تماما شو اللي عم بيصير مزبوط احنا اهملنا طبعا الفولتج دروب تبع الدايود ما راح اشوفه هون لكن لو نعمل زوم راح اشوفه يعني زوم لكم زوم هون بدي اعمل زوم هائل هلا راح اعمل x axis زوم هون حتى اشوف الفرق ما بين الانبوت فولتج والاوتبوت فولتج اذا كانه فعلا 0.7 اوف فولت مزبوط واضح انه فعلا ايش هذا الدروب هذا ال على الدايود هذا ال 0.7 اللي على الدايود مزبوط واذا بتطلع قيمته راح تلاقي قيمته تقريبا يمكن اكبر شوي هو لانه 2 دايودز مش هيك عندي 2 دايودز راح يكون فولتج دروب على 2 دايودز فالمفروض يكون نظريا هو 1.4 هلا هو قديش قيمته هون؟ تقريبا 1.4 لانه احنا تقريبا 562 560 ونص تقريبا، اذا بنعمل زوم اكثر كمان بننجن وبنعمل زوم اكثر زي هيك هي عندي هون 560 وتقريبا 7 بالعشرة لحوالي 562 حوالي ال 1.4 فولت مضبوط؟ لانه لازم في عندي فولتج دروب على كل واحد من الدايود الاثنين. نرجع مرة ثانية نطلع واضح هاي ولو كملت هلا لو حطيت S minus T راح يطلع اللي بعدها. ولو حطيت S minus R رح يطلع اللي بعدها ال 6 pulses وهون اجت عندي ال 6 pulses الكرنت هلا عندي بالحالة هاي اذا نطلع خلينا نطلع هلا على الكرنت قبل ما احط heavily inductive load رح تشوف شكل الكرنت كمان غريب شوي فراح نحط هلا هون current waveform هلا هدول رح اتخلص منهم رح اخلي بس الاوتبوت فرح اتخلص هلا مؤقتا من هاد رح اتخلص مؤقتا من هاد هلا بهمني انا اقرا الكرنت في السورس نعم بالنسبة للكرنت بس دائما حيكون مثلا 6 بولت 6 بولت حيكون برضه الكرنت باي حاله؟ باي حاله راح يكون شكله متطابق؟ ريزيستيف لود الحاله الوحيده اللي الكرنت شكل الكرنت بيشبه شكل الفولتج تماما هي ريزيستيف لود بس بطل اللود ريزيستيف صار عندي اشكال مختلفه بطل 6 بولت الكرنت ما بتقدر تحسب على اللي بدك تحسب البلس على مين لازم تطلع؟ على الاوتبوت فولتج ما بتقدر تحذر انه هو 6 بلس بانك تطلع على الكرنت ويف فورم لان الكرنت ويف فورم هلا شكلها افرض هذا صار هيفلي اندكتيف لود راح يصير لهاي شكلها دي سي ما بتقدر يعني ما بتقدر تطلع البلس نمبر من الكرنت بدك تطلعه من الاوتبوت فولتج عدد البلسز اللي بالاوتبوت فولتج لكل بيريود لمين لبيريود لمين للانبوت للانبوت لانه الاوتبوت له فريكونسي مختلفه فاذا بدي احسب بدي اطلع 360 درجه تبعت الانبوت اللي هي 50 هرتز بالحاله هاي خلالها بتطلع كم بلس عندي في الاوتبوت يا بكون عندي واحد يا اثنين يا ثلاثه يا سته يا 12 يا 18 يا 24 وبعدين امشي قد ما بدك شو الهدف منهم زي ما انتم رحتوا فتشتوا ليش رفعنا البلس نمبر السبب الرئيسي تقليل الهارمونكس في ناس قالوا كمان تحسين الباور فاكتور هو تقليل الهارمونكس نوع من تحسين الباور فاكتور زي ما رح نشوف بعدين لانه الباور فاكتور ما رح نضل نحكي بكوساين ثيتا تمام هاي امتى بتنضرب كوساين ثيتا للباور فاكتور باللينير سيركتس بس اذا عندي لينير سيركتس باللينير سيركتس اذا عندي لينير لودز ولينير سيركتس الباور فاكتور هو نفسه كوساين ثيتا
لما ننتقل للنون لينير سيركس ببطل اقدر احكي على الباور فاكتور بس كوساين ثيتا، راح يدخل معي اشياء ثانيه، بصير في عاملين مختلفين. طيب هلا شوفوا ايش راح نعمل. هلا قبل ما اكمل اي شيء، مش راح اخلي اللود ريزيستيف، راح اخذ كرنت ميجرمنتس احطها هون، وراح احطها على واحد من السورسز واشوف قديش كرنت عمال امسحب منه، شو شكل الويف فورم كرنت. راح تشوفوا شكل غريب حتى لو هذا ريزيستيف الان، مش هي نفس الهارمونكس من الثلاث سورسز مظبوط؟ المفروض نفس الهارمونكس من الثلاثة سورسز. يعني قصدك انا لسه ما حطلعت، انا بس بدي افرجيك شكل الويف فورم. هلا شوف اطلع على شكل الويف فورم. خلينا ناخذ هلا هذا هون، رجع هذا زي ما كان، خلينا نلف. هلا بدنا نلف هذا كاونتر كلوك وايز 90 درجة، كاونتر كلوك وايز 90 درجة، وراح احطه الان هون. لاحظوا الاصطلاح وين الكرنت بوزيتيف، حتى هو اي سي، ها رغم انه اي سي بس الكرنت دائما للسورس. من وين كيف بيمشي؟ بيطلع من السالب للموجب ولا لود؟ بدخل على الموجب بيطلع من السالب. ماشي اوكي واضح، دائما هيك الاصطلاح تبعنا، هيك الاصطلاح تبعنا. ولذلك انا بفترض انه السورس بعطيني باور واللود باخذ باور. هلا في حالات معينه بنعكس بس الاصل دائما انه، ولذلك لاحظوا هون شو عملت انا بالكرنت، كيف اتجاه الكرنت اخذته هيك مزبوط اي سي. راح تقول لي اي سي شو الاي سي؟ بلس وماينس، في بلس وماينس في كونفنشن، لانه في 180 درجه راح تنعكس اذا عكست اتجاه. ها ففي اصطلاح انه الكرنت هون او الفولتج هون بهذا الاتجاه، اذا الكرنت بدي اخذه بهذا الاتجاه عشان الاصطلاح يكون صحيح. ماشي كونفنشن. ها اذا اخذته انا بهذا الاتجاه، اي سورس فولتج سورس او كرنت سورس بفترض انه عماله بدخل من السالب وبطلع. فالسورس ايش عم بيعمل بالتشارجز؟ ايش عم بيعمل بالانرجي تبعتها؟ برفعها. واللود ايش عماله بيعمل في الانرجي تبعتها؟ لانه اللود ايش وظيفته بالحياه؟ ياخذ الطاقه. والسورس ايش وظيفته في الحياه؟ احيانا بصير عنده لخبطه او مش لخبطه، بتغير موضوعه بصير، يعني هذه حالات خاصه. احيانا بصير السورس ياخذ طاقه لما يصير في عندي ريجينريشن، بس كحالة عامة، كحالة عامة دائما هيك. ونفس الشيء الدي سي موتور، لما يكون موتور بيكون هو لود، احيانا راح يتحول لجنريتر. بس الحالة العامة تبعته او الاصل تبعه الديفولت تبعه انه السورس هو مصدر للطاقة. طيب اذا احنا هلا نكمل من هون، هلا هذا بده يكمل معي هون، وصار عندي هلا في اشارة جاهزة اخذها. خليني اخذها واحطها على نفس الاوسيلوسكوب، فراح ناخذها من هون هيك، ناخذها على هذا الشانل. اوكي هي عندي كرنت في ار، خلينا نطلع شكله نشوف. هلا لاحظوا انا ما حطيت هيفي اندكتيف لود، هذا لسه ريزيستيف لود. هي الكرنت، خليني اشيل الكرنت هذا، شو رايكم عشان ما نتلخبطش؟ ولا واضح؟ طيب خلينا اعمل زوم عليه. اذا طلعوا هذا الشكل من هون. هلا اللون الشانل اللي احنا اخذناه الساين، الساين عارفين وين الساين؟ اه هي هذا. شو شكل الكرنت؟ هل هو ساينوسويدا؟ لا، لانه اللي صار انه عندي لمده 60 درجه عم بوصل، عم بيجيني من مين؟ من ار ماينس اس. ول 60 درجه عم بيجيني من مين الكرنت؟ من ار ماينس تي. ول 60 درجه راح يجيني الكرنت بعدين من اس ماينس تي. فنلاحظين كيف شكل الكرنت عجيب، رغم انه لسه ريزيستيف لود، احنا لسه عمال نشغل ريزيستيف لود. طبعا هدول كونهم انطبقوا صحيح مش هيك، لانه الكرنت هذا اللي بيروح في اللود بده يجي من مكان، من واحد من الثري سورسز مزبوط. في اي لحظه من اللحظات الكرنت هذا اللي جاي بده يجي من واحد من الثري سورسز، فمفروض ينطبقوا. لو اني كملت الكرنت اللي بعده راح الاقيه اجى من اس، لو حطيت اس راح الاقيه انطبق على الثاني وهكذا. اذا هون اللي بصير عندي شكل الكرنت مش سكوير ويف ولا ساينوسويدال، في تو بلسز هدول، وهذا ممكن اعمل له هارمونيك اناليسيس. اه اللي اخذ منكم سيجنال متذكرين؟ راح اغطيها بركي نبدا فيها الثلاثه الفورير سيريز، بنعمل فورير سيريز عليها. هل بقدر اعمل فورير سيريز على هاي الويف فورم؟ ليش؟ ليش بقدر اعمل؟ ايش اللي ايش اللي بتطلب انها؟ بيريوديك. احسنت اشكرك. هل هاي بيريوديك الويف فورم الساين؟ بيريوديك وهي اي سي مزبوط؟ واضح؟ شكلها عجيب مزبوط بس لها فاندمنتال. نعم. لو كانت المقاومه واللود اللي حطيت كان هذا اثنين لو كانت مش لانه ما راح ينطبقوا صح؟ لا لا بدهم ينطبقوا، الكرنت اللي جايك من مكان بده يكمل، حط اللي بدك اياه.
يعني انت ارجع تطلع على الويف فور على الشكل اللي هون، طلع هذا الشكل. هلا هذا الكرنت اللي مر في اللود مش بده يجي من واحد من هذول؟ يعني الكرنت هلا افرض الفتره هاي اللي هي ار ماينس اس، ار شغاله واس شغاله، اه فالكرنت عماله بيجي من ار ومر في واحد، بيمشي من هون بنزل في اللود برجع، برجع في مين؟ في اس، وبرجع من هون. بهذيك اللحظه اس كانت نيجاتيف، اه فمر عندي. فالكرنت نفسه يعني فكر فيها، انا عارف انها تبسيط شديد بس هي انبوب، كانها انبوب. يعني هذا الكرنت اللي ماشي من هون هو نفسه اللي مر هناك في هذيك اللحظه في هذيك الفتره. وكان مين اللي بساعدني اوصل؟ وصل لي هذا سكر وهذا سكر، هذول كانوا كوندكتنج. فلما كانوا هذول كوندكتنج في هذيك اللحظه، هذا السورس وهذا السورس مشبوكين على هذا اللود، وفي هذيك اللحظه كان هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. مش قلنا احنا الموست بوزيتيف والموست نيجاتيف؟ فكان ار بوزيتيف واس نيجاتيف، فمش الكرنت هون في اللود ورجع. فغيره زي ما بدك، الكرنت هو الكرنت بغطي مظبوط، الكرنت مش بده يمشي بمجال، بده يروح ويرد يرجع مره ثانيه، عماله بروح برجع بنفس الطريقه. احنا لسه ما حطينا اندكتيف لود، هلا شوفوا شو راح يصير للكرنت هذا. كل ما زدت الاندكتيف لود راح يخف الريبل بالاوتبوت فولتج. اذا خف الريبل بالاوتبوت فولتج ايش وين بخف الريبل كمان؟ في الاوتبوت كرنت من هون، او هو عفوا الاوتبوت فولتج راح يضل نفسه، الريبل راح يخف في الاوتبوت كرنت، اسف الاوتبوت فولتج حضل نفسه، رح يخف الريبل في الاوتبوت كرنت. ولما يخف الريبل بالاوتبوت كرنت شو بصير بالانبوت ويف فورم هاي اللي كان شكلها تقترب لايش؟ هذا تمام بيقترب لسكوير ويف. هذا ايش بيقترب؟ الكرنت اللي في اللود لدي سي. ولما بيقترب هذا الكرنت لدي سي شو بيقترب بشكل هاي الويف فورم؟ بس هي سكوير ويف، مش سكوير ويف 100 يعني مش 180 درجه. طلعوا لي على هاي السكوير ويف كيف شكلها، فيها اون لمده 120 درجه، اوف لمده 60، اون لمدة 120 درجة، اوف لمدة 60، مظبوط؟ هاي مش زي الويف فورم اللي كانت عندنا في السنجل فيز. واضح؟ 120 degrees on 60 degrees off 120 degrees on بالعكس 60 degrees off وهكذا، اوكي؟ شكلها بيختلف. كل ما رفعنا البلس نمبر شو بتتوقعوا بصير بعرضها هاي؟ بقل، وهذا اللي بقلل الهارمونيك سلمى. خلينا نشوف هلا، نرفع نحط هذا اندكتيف لود. هلا انا بس اثبت مره ثانيه، الريبل بالاوتبوت فولتج ما راح يتغير. وين راح يتغير الريبل؟ وين راح يخف الريبل؟ بالاوتبوت كرنت. خلينا نزيد هلا، اذا راح هذا احوله اول شيء للايتلي اندكتيف لود. لاحظوا الفريكونسي عليه، اظن حكينا المره الماضيه الفريكونسي عليه راح تكون 300 هرتز. فالاوميجا اللي بتدخل في الام بي الرياكتنس تبع الاندكتنس مش 50، 300. خلينا مثلا هلا هون نحول هذه ل ار ال، وخليني ابدا هلا في قيمه لهاي. اظن احنا كنا نبدا ار ال ولا بيور ال؟ هذه ال هاي. لا مش بيور ال، عفوا انا حاطط بيور ال، لا ار ال. وخلينا نحط هاي، والله ما بعرف قديش كنا نحطها، نحطها 5 مش مشكله. اظن هي اقل من هيك بدها، حتى تصير 45 درجه اللود اقل من هيك، بس ما مشكله ما مشكله. بنحط، احسب لي اياها، احسب لي الانجل تبعت الهاي. الفريكونسي 300 بدك تضرب 2 في باي في اف، 2 في باي في 300 في 5 مايكرو هنري. هذا ار ال لود. هلا اذا نظريتنا صحيحه ايش لازم يصير؟ رح يبدا الريبل في الكرنت، في الكرنت يخف. ولذلك احنا في الدي سي سيركتس وفي الدي سي لودز بهمني الافرج اوتبوت، الافرج تبع الهاي مش الار ام اس. لانه لما اللود يصير هيفلي اندكتيف شو بصير بالاي سي اللي موجود بالويف فورم هاي؟ هاي متذكرين حكينا هاي الويف فورم من ايش مكونه؟ هاي من دي سي واي سي. اذا بدنا نكون دقيقين، هاي مكونه من دي سي واي سي، وهاي مكونه من دي سي واي سي، مظبوط. الدي سي تبع هاي قديش قيمته؟ كيف بحسبه؟ شو هو؟ 500. هو الافرج، مش هيك؟ الافرج تبع هاي الويف فورم. الافرج راح يكون somewhere in between، مش بالنص بالضبط، بس somewhere in between. والاي سي هذا بقيمه كانه صار الافرج تبعه حوالين الزيرو. قديش الافرج تبع الاي سي؟ لا، الافرج تبع الاي سي زيرو. الترو اي سي الافرج تبعه زيرو. فهاي مكونه من افرج هون. هلا بالنهايه لما هذا اللود يصير heavily inductive، مين اللي بهمني من هون؟ مين اللي راح اشوفه راح ياثر علي؟ الدي سي. الاي سي ما بهمنا. ولذلك دائما في الدي سي موتورز، وهذا بنحكي عن افرج. قديش طلعت معك الزاويه؟ واحد الزاويه 45. 45 خلص، ممتاز ممتاز. واحد ملي هنري المفروض. حتى تكون هاي بدها تكون واحد ملي هنري. طيب خلينا نبدا، انا بحب دائما ابدا ب 45 درجه قبل ما اروح على هيفلي اندكتيف.
فنحط هاي 1 ملي هنري و2 اوم حسبت 2 اوم اوكي. هلا هيك احنا عندنا لايتلي اندكتيف لود. خلينا نشوف اول شيء انه الريبل بخف ولا ما بخف. هلا احنا ما حسبناش، كان لازم ناخذ قيمه هناك مزبوط، ما اخذنا ما حسبناهاش هناك حتى نشوف. طبعا الفولتج ما تغير، واضح انه الفولتج ما تغير. المفروض الريبل نزل فيه. خليني ازيد الريبل كمان، نزيد الاندكتنس كمان، فراح ازيدها مثلا لعشر اضعافها او نزيدها لخمس اضعافها. فالزاويه هلا تكون زادت. احسب لنا الزاويه كمان مره ثانيه لما تكون 5 ملي هنري. لما تكون 5 ملي هنري واضح انه الريبل نزل. مزبوط، كل متفق انه الريبل نزل. بمين نزل؟ بالكرنت. الفولتج ضل نفس الشكل اللي هناك. ولو حسبت هاي القيمه عمالها بتروح على وين، هذا ايفنشلي لما يختفي الريبل كله، هذا هاي القيمه ايش راح تكون؟ هتكون واللي هي دي سي، هذا الفولتج مقسوم على مين؟ على الريزيستنس، على 2 اوم بالضبط. راح تكون هاي مقسوم على 2 اوم، وهي هون تقريبا يعني هاي حوالي 530، هاي تقريبا 260 مزبوط. فكل ما زدت انا كل ما زدنا ال بخف عندي الريبل هون، هذا راح يقترب من دي سي. هاي ايش الشكل اللي عم تقترب منه الويف فورم؟ سكوير ويف. بس بعرفش احنا بنسميها سكوير ويف، مرات بسموها سودو سكوير ويف او كوزي سكوير ويف، لانها هي مش سكوير ويف حقيقيه، فيها الحفه. شايفين الحفف هذول الرف هذا اللي هون، شايفين شكلها؟ عرضها قد ايش؟ 120 درجة. لو رحنا ل 12 بلس ل 12 بلس راح يصير اظن عرضها 60 ديجري، 78 درجة. 78 درجة ممتاز. خلينا نزيده كمان، اذا خلينا نحط 10 ملي هنري. دكتور عشان تقول لي الدي سي قسمت ايش على الار؟ قسمت شوف ايش عملت. هلا اجي انا باجي بسالك، لو اجيت انا سالتك هذا السؤال، هني تطلع على الويف فورمز مرة ثانية، اجيت قلت لك معتز انت اسمك ولا مهند؟ مهند. لو اجيت تطلعنا هون، اجيت قلت لك يا مهند هلا هاي الدائره انا راح اضل ارفع لما يكون عندي هيفلي هيفلي اندكتيف لود. هون موجود في ريزيستنس وفي اندكتنس، بس اللود فيري هيفلي اندكتيف. هاي مكونه من تو سيجنالز مزبوط، شو هم؟ اي سي ودي سي. الدي سي هل راح يتاثر بالاندكتنس؟ ان شاء الله الاندكتنس صار شو ما كان يكون. شو بالنسبه له الدي سي؟ شورت سيركت. اذا بقدر اعمل سوبر بوزيشن الى حد ما، بقدر. انا عارف انه نون لينير سيركت، بس بقدر اعمل سوبر بوزيشن. شو يعني سوبر بوزيشن؟ بحل الدي سي لحاله وبحل الاي سي لحاله مزبوط. الدي سي الفريكوانسي تبعته زيرو، اذا الاندكتر ما راح يبين بالنسبه له. اذا الكرنت اللي ناتج عن الدي سي راح يكون اي قيمه من هون، هاي ولا هاي؟ الافرج. فباخذ الافرج تبع هاي. بتعرف تحسب الافرج؟ او اصلا حسبناها، مش حسبنا الافرج هون؟ ما في السيركت. طيب بنعيده من نحسب الافرج. بدك تعمل انتجريشن وتضرب في 6 لانه هاي 1 على 6 من الويف فورم، بتعمل انتجريشن بيطلع معك الافرج تبع هاي. يعني 1 بيريد من السيجنال كلياتها. تمام، 1 بيريد بنقسم على 2 باي. متذكر انه اخذتوه مش هيك؟ اخذتوا كيف طلعوا الافرج للسيجنال؟ هذا الدي سي على مين بدي اقسمه؟ بقسمه على اوميجا ال. اوميجا ال ما الي فيها لانه دي سي مزبوط، على ار. بيطلع معي اي كومبوننت؟ الدي سي كومبوننت، حطه على جنب. هلا بتيجي تحسب الاي سي، هذه الفريكونسي قديش تبعتها؟ الفاندمنتال تبعها 300 هرتز، وفي السكند هارمونيك 600 هرتز وهكذا. هلا هاي لما بزيد انا الاندكتر كثير، شو بتصير مقاومه الاندكتر بالنسبه لها؟ لانه اوميجا ال، اوميجا ثابته مزبوط؟ انا برفع عم بتزيد ال، لما انت بتزيد ال شو بتصير المقاومه تبعت الاندكتر لهاي، الاندكتر والريزستر لهذا الاي سي كومبوننت؟ عالي جدا، في النهايه قديش راح تصير؟ الكرنت اللي بينتج عنها؟ زيرو. ففي النهايه راح تشوف هذا الريبل يضل يصغر، السبب انه عم بصغر لاني عم بزيد الامبيدنس. كيف بزيد الامبيدنس؟ بزيد ال. هون ما بقدرش اغير الفريكونسي بس بزيد ال. ففي النهايه ايفنشلي الليمت اللي راح اوصل له راح تصير هذه بيور دي سي. شكل الويف فورم هاي خلينا نرسمه على نفس حتى تتذكروا لما نيجي نحسب، لما نيجي نحسب الهارمونكس لازم تتذكروا شكل الويف فورم. يعني ممكن اجيب لك سؤال بالامتحان هاي من هلا بقول لكم عشان تجهزوا حالكم. بتحبوا انتم الهنتس عشان الامتحان؟ هاي بجيب لك هاي الويف فورم، او ما بجيب لك الويف فورم، بقول لك ارسم لي شو الكرنت راح يكون في السورس وطلع لي الهارمونكس تبعته. هيو مش هذا هو؟ مش هاي الويف فورم؟ هاي الفترة قديش؟ 120 درجة. هاي الفترة 60، هاي الفترة 120، وهاي الفترة 60. كلاسيكال هاي هي بيريوديك، بقدر اطلع لها فورير سيريز. قديش الدي سي تبعها؟ قديش الافرج تبعها؟ عادي زيرو مش هيك؟
ما فيش عندي دي سي، ما في دي سي بالسبلاي. اذا الدي سي كومبوننت زيرو، هلا راح يبدا عندي الفاندمنتال. هاي الفريكونسي تبعتها قديش راح تكون؟ ايش راح يكون الفاندمنتال كومبوننت؟ 50 هرتز. مش هيك؟ هي مزبوط شكلها سكوير ووف وعجيبه، بس ضلت الفريكونسي تبعتها نفس الفريكونسي تبعت السورس. اول هارمونيك شو راح يكون اذا كانه سكند هارمونيك؟ 50 في 200. بس انت راح تلاقي انه السكند مش موجود والفورث مش موجود والسيكس مش موجود، الاود نمبرز بس، لان هاي بتطلع مظن معنا اود ويف فورم. لما نيجي نحللها ندخل بالهارمونيكس راح نحللها بالتفصيل. طيب نزيد شوي اخر شيء، راح ازيد هلا الاندكتنس بس حتى نشوفه انه فعلا وصلت لها. خلينا نعمل هاي 50. مشكله لما بعملها 50 بصير ياخذ وقت حتى يعمل رايزنج، خلينا نعملها 10. اوكي واضح الريبل تقريبا صار صغير جدا هون، قليل قليل يعني الهاي، وفعلا هذيك صارت تقترب من سكوير ويف او كوازي سكوير ويف اللي هي 120 و60. هلا لما نروح على 12 بلس مفروض يصير عندي نفس الفكره وينزل هذا من 120 اللي بنص اظنه بينزل ل 60. لما نروح على 24 بلس بينزل ل 30 وهكذا، فبنزل عمال بيختفي عندي هارمونكس، بضل يختفي عندي من هارمونكس الموجوده اللي بسحبها في السبلاي.